الام اللي ولدها يدخل الحبس حسب رايك انت وحسب ما تعرف تنجم تتخلى عليها؟ مستحيل تتخلى على ولدها الام، حتى كان ما عندهاش فلوس باش تهز القفة. هذه موضوع معاش سورتو موضوع لي انا يخصني انا بار الامهات الاخرين. انا ولدي شد الحبس ظلم في ايطاليا وميتك وصلت كان نلقى حرق نحرق، وذيك كانت له تريحه التوبه. الام تعاني، الام اللي ولدها يتشد في الحبس راه تعاني. مش برشا امات معناتها ولدها يدخل الحبس ويعاود يخرج ويعاود يخرج، اكل معاناه تعاني فيها نتاع القفه ونتاع البروارات وتمشي وتجي، فهمتني؟ هذاك الكل تعب، والصغير اللي ميراش الام والتضحيه ذيك ويعاود يكررها الحكايه، سامحني ماهيش مش خلينا نحكيو على ام بصحتها لاباس جوها باهي. صحتي يحلم. كيفاش الام تبدا ولدها معناتها كبدتها سورتو يبدا في الحبس وما تشوفوش، هذيك اكبر حاجه. بطبيعه الام قطعه منها، الام تتعب برشا. انا واحده من الناس عملت عمليه على عيني وعملت عمليه اخرى على المرار، عملت برشا ما كنتش هكايه. انا كنت نوزن قبل ما يدخل ولدي 80 كيلو نوزن، تو 120. يعني اثرت فيك وقت دخل ولدك الحبس؟ هي اثرت فيا برشا، وسورتو ولدي ظلم معناتها دخل، فهمت؟ ظلم ظلم ما دخل، معناتها الله غالب شر عمره معناتها واحد، فهمت؟ قديش تحكم؟ ولدي وقتها 6 سنين. وعديهم؟ عديهم نهار نهار، وظلم ولتوا يبكي يا امي معناتها راني مظلوم ومحامي توا، حتى لفوكا نتاعو كل شيء قالوا له نجمو توا ناخذوا لك حقك وكل شيء، قال لهم ليه؟ اللي خسرته من عمري واللي خسرته من امي اللي شفتها اللي شافتني 7 سنين ما عادش طالب شيء، طالب توا معناتها كان نشوف ولدي ويشوفني كاو. هذيك 6 سنين كيفاش تعداو عليك وانت مش لهنا في حبس بن حبوسات تونس في ايطاليا وما تشوفوش؟ تعديت علي امك من الدار ما نخرجش، مريضه 24 ساعه على 24 ساعه في الفرش، من سبيتار سبيتار، سورتو نهار اللي سمعت بالحكم نتاع ولدي ما كذبش عليك عانيت عانيت عانيت، وصلت معناتها ما عادش نشوف، فهمت؟ شنيا الام هذاك العين نشوف بها وزيد يتربط وبعيد، كان حتى جاي قريب وتشوفه ما تنجمش تزوره ولا ما تنجمش تزوره، لا نجم نزوره لا نجم نكلمه. بعد قد ايه هو باش معناتها خذيت تليفون ولا يكلم فيا وديجا بالواتساب وكل شيء؟ هنا هنا والحمد لله نعمه من عند ربي، وربي ظهر حق ولدي خرج والحمد لله ونعمه بالله. ومنتك رجعتك تشوف فيه معناتها ضحك هو ضحكتين، يبكي ولدي نبكي انا ما كذبش عليك، وبنتك توا في عالم اخر. انا نهز بنتي عليه، نهز في بنتي معايا، نهز في بنتي معايا باش ما نهزش عكاز. هي عكازك ربي فضلها لك. والله هي عكازي وراس بنتي نتركز عليه. انا تو ملي مشيت لهنا قدم مره اي كرسي لهنا نتاع القاوي ذوما نجبد نرتاح شويه، ما نجمش. وقت ولدي قبل ما يدخل الحبس كنت نخدم وكل، حتى الخدمه سلمت فيها تلمو ما عاش عندي لا جهاد ولا نجمش. الليل ترقد؟ ليه؟ احكي لي الجانب الباهي وقت اللي خرجهم من الحبس. اللي خرج من الحبس فرحه كبيره والحمد لله يا ربي، اللي ولدي معناتها راجل والام تعرف تربيت ولادها، اللي ذاك معناتها نحى الخلطه اللي هي اللي تحطم هكي. الحمد لله يا ربي توا فرحتي اكبر، عايشه امك في عالم اخر توا، الحمد لله ونعمه بالله والله. ربي فضله يعيشك عايش بنتي، توا ارتحت وكل شيء، وليت ناكل كل العباد، وليت نخرج، وليت تبسيمه في انا في الدار ما كنتش نخرج جمله جمله. كيف وصلت بالحاله هذه ما نخرجش توا؟ الحمد لله كتشوف فيا ندور و... حتى الحكومه نتاعنا والله وراس بنتي. انا وصلت حتى للبرشا، وصلت تخرج حبيت نطلع، انا وصلت شنيا نحب نوصل نشوف ولدي ونروح، مانيش طالبه حتى شيء. وصلت تشكك مثلا في كلام مثلا بناتك ولا اولادك يقولوا لك كرير ولا لاباس لاباس عليه؟ يعني ديما تقول بالك شي ولدي صارت له حاجه بالك شي؟ انا نعرف قلب الام خبيرها، ولدي صارت له برشا حاجات، معناتها ولدي ما يوريش ما يظهرلكش حتى ما عرفش، فهمت؟ انت تحس بيه؟ نحس بيه. انا وصلت حتى من هنا معناتها الام الحمد لله ونعمه بالله معناتها تحط بولاد حلال وبنات حلال. انا وصلت حتى نبعث كل ليل ولدي من هنا، هذا كل فضل ربي والله. ولدي وقت يبدا نحس بيه بردين غادي ما عندوش حوايج، انا نبعث لولدي
وحمد الله يا ربي لقى أخوه غاديكا. عندي ولدي فرنسا عنده مرته معرس وعنده زوج صغار قايم بخوه، والخو عمره ما يضيع خوه، يبعث له من فرنسا لإيطاليا عمل له لافوكا وخلص له وعمل له يبعث له كل شهر شهرية. الحمد لله ونعم بالله، بالرغم من ذاك الكل الأم ديما تتعب. نحكيو اليوم على معاناة العائلات اللي عندهم أولادهم في الحبس، نحكيو على الأم اللي تبدأ من الصباح لليل وهي في المحكمة وضربها الدم والسكر وهي خايفة تستنى في تسريح بالحكم، نحكيو على الأم اللي من الصباح لليل كيفاش تمشي للحبس، كيفاش تهز القفة، منين تجيب الفلوس وغيرها من المعاناة. نجمو نقولوا الحبس للرجالة؟ الحبس للرجال ويحب الراجل واللي يرجع له مش راجل، هذا المثل الشهير متاع الحبس. بالنسبة للأم، شوف قبل المعاناة، قبل ما نحكيو على المعاناة متاع الأم نحكيو على الأسباب متاع الولد هذاك، اش خليه يعمل قضية معناها باش يشد الحبس، اللي هي السبب الرئيسي هي من الأم والبو، هذاك السبب الرئيسي. صدقني توا الأولاد الكل، الأطفال والأولاد والكل كل اللي في الحبس، صدقني ما غير مبالغة نقول لك 90 ولا 95% الأسباب متاعها استهتار من الوالدين، ما تلهاوش بيهم، ما رباوهمش بالقدية، معناها خلاوهم يعملوا قضايا معناها كبيرة في الأخر بكلها. بالطبيعة باش تتعب الأم، بالطبيعة باش تتعب، بالطبيعة هذا يتعب معناها ظاهر، هو حبس اسمه على جسمه حبس، هيك باش تمشي المحكمة ولا باش تمشي الحبس، مش القاعة أفراح راهو، باش تلقى البقلاوة والقازوز والجو، لا اسمه حبس. لا بالطبيعة مش حبس للرجال، هذيك الكلمة تتقال هكاك وبرا معناها، أما جوست هكا ديما العزوزة هي المتعذبة، فما حد آخر متعذب، نقول لك صحاب ودنيا فما شيء من بعد. تبقى كأنه مكيل متعاد. احنا نشوفوا في دي زيكزومب في اللي قراب لينا، وفهمتني حتى في حومنا في البلايس، الناس اللي نعرفوهم حتى من قريب ولا من بعيد وكل شيء، انسان يعمل الحاجة فهمتني، يعمل يغلط الغلطة ومن بعد لي بارون هما اللي يقعدوا يعاني، والأكثرية الأم بيان سور فهمتني، ويمشي ويجا وجيب ورضي هذاك فهمتني، وعمل هذاك فهمتني، وجيب ربي يعلم بها فهمتني، تعب نفسي وتعب يعني تعب مادي فهمتني كيفاش. الوغ اللي باش يعمل حاجه هكا ولا باش يعمل حتى يخمم باش يعمل غلطه، والا على خاطر فما حاجات تجي الوزار هكاك جاي بار اكسيدون كل شيء، فما حاجات اللي تكون بلاني فيه، يخمم ألف مره في والديه قبل ما يعمل حاجه وكها. اول حاجه بداها بالقفه باش تتعديها هي برك. شوف هكا الصف انت تعرفوا الصف ولا تعرفوش الصف؟ راهو نساوي رجال تلقاهم لاصقين بعضهم، اش معناها نساوي رجال؟ هذا يدز وهذا يدز، صحيت. تصور انت معناها امك متعذبه في الصف هذاك، انت كي تقول لي حبس للرجال، كيفاش حبس للرجال وامك تخليها هكاك؟ وين رجلها وقت؟ فماش وقتاش تفيق حسب رايك انت؟ باش توصل للحبس، باش توصل تهز القفه؟ لا تفيق وقت اللي انت توصل الحاله هذيك، فما عباد تو ما تعرفهاش، اما بالرسمي الحبس لا يوريه الحبايب، انا ما مشيتلوش. بعد الشر عليك. اما بالرسمي لا يوري الاحباب اللي عنده ولده ولا بنته ولا في ايا كان فهمتني، نقول له ربي معاه وربي صبره، على خاطر حبس بالحق راه فيه برشا مشاكل، ويترقب باش يواجه برشا مشاكل فهمتني، خاطر كيما قلت لك اسمه على جسمه هو حبس كسوسوا. وراو سامحني الام راهي تتعب اكثر من المربوط، اكثر من ولدها الداخل في الحبس، راهو صدقني اللي يمشي ويزوروا هما اللي يتعبوا اكثر من اللي يبدا في الحبس الداخل، معاناه كبيره من المحكمه حتىش الحبس فهمني، خاصه في الحبس. المحكمه تو هذيك ثم قضايا معروفه معناها باش يحكم عليها القاضي معروفه فهمني، اللي عمل لي خلص، ما هو نحكيو الواقع اللي عمل لي خلص، ما نتصورش انا قاضي باش يحكم على انسان ما عمل حتى شيء كيك جابوه، ما نتصور. لكن المحكمة حاجة والحبس باش نقول لك تعب ومأساة ومعاناة. اللي يمشي للحبس ويعاود يرجع وخاصة على نفس القضية، من المستحسن يتبرأوا منه والديه، من المستحسن هكا معناها، من المستحسن معناها باش واحد ما يطولهاش وهي قصيرة زايد خاطر. اللي أنا نحب أمي ونحب أمي، واللي يحب أمه يعذبها كيكا؟ لا بالطبيعة هو امبوسيبل واحد يحب أمه يعذبها، مستحيل. وإذا كان وصل لعذبها معناها لا علاقة بالحب الأم، لا علاقة معناها هذاك، لا عنده لا تالي لا والي، ما على بالوش.
وعنده بالعكس هذاك عنده الحبس خير من الشارب. في الحبس ماكل وشارب، في البرة لا، بالبرة يخرج يمشي سفوارش يعمل باش ياكل ويشرب، مش باش ياكل ويشرب بالطبيعة باش اللي شد الحبس ينجم يتوب؟ بالطبيعة عليه، خاطر حبسنا ماهوش باش يتوب، يعني يكذب عليك يقول لك سجون وسلاح، فماش سلاح. كلمة السلاح هذه عمري ما عمرك ما تراها في حبس تونس.